تأخر. على يمين ماجد ناصر تلعب الكرة عرضية ومحاولة خطيرة وكرة الهدف الأول. الهدف الأول نعم. الأهلي أن يعود للمباراة، يحاول أن يعود وكرة تقطع خطيرة جدا عند دبور وفرصة وخطيرة أمام المرمى. هدف تعادل، هدف تعادل. ناصر تلعب كرة عند رينان من لمسة خطيرة وصعبة للغساني، ينطلق الغساني خطيرة وهدف ثاني، هدف ثاني للشباب الأهلي. نقل واحدة في الجانب الأيسر، غسلان كونان يلعب بالعرض يا ولد، لكن يمرر لأيمن يحيى. نصر يحاول يبحث عن الوصول والتمريرة بينية والمحاولة من الطرف، العرضية منتظرة وكرة خطيرة. والتمريرة من بروزو يمر ويمرر ساديو في محاولة نصراوية وعرضية وكريستيانو مرت وصلت عرضية ورأسية وهدف. وكريستيانو أمام فرصة، كريستيانو يتقدم يحاول، ما زالت متاحة لكريستيانو، يمرر لبروزو وبروزو